vicenda che anni passerà, sì. Ueda? Sì. Ash? Sì. Che cioè, no? Ora vieni. تليفوني ده معاك؟ لا برضه ايه هو التليفون ليه يعني؟ لا هو اخد تليفوني وينه؟ اتصور معايا بس صورت تليفوني وبحب اتصور تليفون حد قال لي بعتي لي اياه هو قال لي كده؟ ايه؟ يعني هو قال لي كده ايه هو قال لي كده؟ لا انا واثقه في جوزي ما بثقش فيكي انت على فكره هو معايا كده؟ انت مش قال لي بتتصور معايا قلت له ما حد صور تليفون لا انا جوزي ما يعملش حاجه زي كده على فكره هو بس كده وريني طب تضحك وتهزر وتعمل ايه؟ مفيش حاجه هو في ايه؟ مفيش حاجة والله تعالى طب قال لي في هتقعدي هنا ايه اللي في اختك ده؟ ما دي تليفوني هلا ايه اللي اقعد فين يعني؟ هلا اتخانقوا بدي سلولاري اخدت لي سلولاري خلاص هتقعدي هنا ولا تقعدي هنا؟ ايه اللي في اختك يعني؟ مفيش حاجة امال ايه يعني ايه الراجل في اختك ده؟ فين مفيش راجل انت مش شايف مفيش راجل؟ اقعد مش هقعد والله بيئة خلص تريكا تريكا على ليه هو جاي؟ تريكا عم بحكي كرمالك يعني ما انت بردة؟ بأمانة بردة لا ماني بردانه لا بردانه والله واضحه اصلا مش بردانه مشاوبه طب ماشي لا احنا ماشيين يلا طب روح شوف الدكتور لا مش همشي مش همشي يلا بعدهم بعدهم ان شاء الله هم يا ماما مش همشكش فضلوا ايه يا دكتور في حاله مش عايز تدخل له شوفي هتمشي ولا همشي انا عايز ليه مش سالتيش في حاجه كده ازيك ازي حضرتك اتفضلي لا مش همشي خالص شكرا طب اتفضلي معايا نتكلم احنا ماشيين لا اتفضلي لا مش هكشف والله طب ازاي لا حاجاتنا انا ادفع الفيزا مش هكشف خلاص خلاص مش هكشف مش هكشف لحول ايديا يا رب مش كشف عندك ممكن بس عشان تطلع لا حصل طب ممكن تاخدوه لا حصل دلوقتي اتفضل اتفضل بس عشان في انت ده معاك في سبسكرايب ثاني انا ماشي بس على من فوق بس يا لو سمحت لو سمحت اتفضل بس اتفضل بس اتفضل 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 لا والله اللي قاعده جوه دي اللي ضايقتنا بامانه اللي قاعده مالك ومالها طافي دماغك وانت الروج اللي في قلبك ده ايه سيادتك يعني اللي قاعده على اليمين المنديل ده طب انا تحبه انا قاعده كويسه وانت بتتكلم عادي يعني انت معجب باللي انت بيحصل لك ده ولا انت فرحان باللي بيحصل مش حاجه بتحصل يعني ايه مش حاجه طب انا هسيبكم خمس دقايق واجيلكم شايفه بتتكلم عادي كذا يعني كذا مفيش حاجة طب انا ممكن امشي وخليك انت قاعد معايا مفيش اي مشكلة خالص وعيش حياتك وانا امشي مفيش اي مشكلة ليه؟ هو الراجل قال لي خلاص انا قدامنا بتاع خلاص هنكشف هو انا جاي اكشف ولا جاي انا كباريه مش فاهمة انا مش فاهمة الموضوع يعني مالك حطها في دماغك ليه؟ هي بيت اهلي عشان حطها في دماغها سمي طيب مالها هي هو ايه اللي مالها؟ انت شايف هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ قالت لي نتصور وتصورت والصور بتاع ايه صح؟ يعني ممكن اصور مع اللي قاعدين جوه عادي؟ مش هتغير يعني؟ ايه هي واحدة بتقول انتوا مصريين طب وهي ما هو قاعد جوه مصريين محدش عارف معايا اللي انت عملته معايا وبصك من رقبتك ليه؟ تكلمك انت هو ما بيتكلمش غير رجالة بس تقول لي يا استاذ رد على انت هو مش بيتكلم باسلوب ادب على فكرة حاضر هتكلم كده طب تحبي حضرتك تيجي نعمل لحضرتك بخار في وشك طيب؟ لا لا طب مش معقولة تيجي العيادة وتبقي زعلانة كده يعني؟ مش معقول طب فهميني بس مين ضايقك هنا؟ ايه اللي حصل؟ عملت لها ايه يا استاذ؟
مفيش حاجة مفيش حاجة خالص. لا انا هنا عندي كاميرات في العيادة. طب ماشي هاتي الكاميرا وشوفي هم عملوا ايه جوه وتتكلمي معايا. جوه فين؟ استاذة رنا. انا كنت دافعة الكشف. استاذة رنا لو سمحتي من فضلك يا استاذة. انا جيت الكونتر ما كانش فيه حاجة. استاذ احمد اتفضل. حضرتك الكاميرات صورت حاجة كده مش مظبوطة حصلت. ما بين الاستاذ ده وفي المدام اللي عاملة لنا المشكلة دي على طول ديت ومش عارف فلتي هنا. طب اتفضل يا حضرتك. ايه اللي حصل؟ لو في حاجه هو انا كده هضطر اراجعها ولو في حاجه هنحتاج نعمل محضر. وانا جاي مع حضرتك. لا اتفضلي بس خليكي مع جوزك. انا بس هدخل هدخل كمان عشان البنت. لا ما انا عايز اشوف برضه والله. خليكي اتفضلي مش هينفع. بدي سلولاري جوزك اخذ لي سلولاري او ابنك بس راح فين يلا؟ اتكل على الله بس كده. اه بعرف لو يلا بس كده. واللي انت عاملاه ايه اللي انت عاملاه ده؟ من فضلك يا حبيبي. انت مش محترمه على فكره خالص والله. ميرسي. بامانه انت مش محترمه. ثانك يو. وانا لحد دلوقتي ماسكه اعصابي مش عايزه اغلط فيكي في مكان محترم. تهزيتي فيها انت حره. بدي سلولاري. شوفي كان بلش لوك 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 لوك. شوفي مين فاكره حالي. انت بس رايحه فين يلا كده؟ جاي لهون. انا جاي لهون بعرف لو انا رايحه. شوفي انت عايزه ايه بقى من الاخر؟ بدي سلولاري ماما اخذ لي سلولاري. ليره؟ طب شوفي بس تروحي فين. مش ليره سلولاري يعني تليفون يعني موبايل. عايزه موبايله؟ موبايلي مش معي. شو؟ مش معي. معه مش معك. لا اله الا الله. طب يعني يا حبيبتي مش فاهمه انت عايزه ايه من الاخر يعني من اخر الليله دي عايزه ايه؟ اخر الليله؟ اه يعني مش عارفه بصراحه اعمل معاكي ايه. طب انا بشرح لك. خلي مع حد فانت ممكن تمشي بعد اذنك؟ انا ما بدي اتخانق. وانا بقى هتخاني؟ نو نو انا بعرف مصريات مقدبين. ليش هيك عم تحكي؟ لا انا مؤدبه جدا على فكره. لحد دلوقتي انا ما كلمتكيش بقلة يعني أدب. ولو مصريات معروفين قديش محترمين ومذوقين ولو بقلة ادب. انا تزعلي مني فبعد اذنك اتفضلي امشي. ما انا زعلت منك وخلص. شو بدك تعملي اكتر من هيك؟ اتفضلي اتفضلي. شو بدك تعملي يعني؟ بدي شو هخاف منك انا؟ بركي ضربتيني. يعني انا مش يعني تفوت دلوقتي ولا يعني ولا اعمل ايه؟ طب خلاص خليك انت معايا وانا بس خلاص. يعني انا ما عم بفهم انت ليش معصبه هلا؟ يعني يا بتصرخي بوجهي. شوفي انا عايزه فلوس مش عارفه التاكسي ولا مش بعد اذنك. طب انت مش هتروحي؟ ما انت مالك انت رحت فين ولا ما رحتش فين؟ انت مالك؟ انا قدامك. وانت اصلا زيها بالظبط. لا هو اسمر انا شقره. كيف عم بتشبهي فيي؟ انا اجمل منه. كيف تقولي له زيها؟ وانت شايفه نفسك ان انت جميله؟ قوي قوي؟ بالنسبه لك مش بالنسبه لي يعني. ما انت اكيد بدك تغاري مني. كيف بدك تشوفيني حلوه؟ ما جوزك عم يتركك كرمالي عشان هيك مقهوره. ايه؟ جوزك عم يتركك كرمالي عشان هيك مقهوره. بس انه انت ما بتفهم القصه للاخر. اوعى طب بس كده. ما بتفهمي القصه للاخر. ما بتفهميها. ما بدك. مش عارفه بصراحه انا جايه كباريه ولا جايه عياده. انا مش عارفه هيك عم بتهيني. زي كده بشتغل في كباريه ما بشتغلش يعني ما بيغشش عليا محترمه. عم بتهيني الدكتوره صاحبتي. لا بتهينك انت. نوع بتهيني الدكتور عيبه وفي كاميرا هون عم تسجلك. عيب 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 تحكي بس. طيب انت كنت هيك عم بتبوزع علاقه بين لبنان ومصر. وين رايحه؟ تعال تعال سرقتوا لي التليفون. شكلكم متفقين. سرقتوا لي التليفون وعامله زعلانه. بنات مش محترمه وهزاها اصلا. مش عارفه هي جايه منين اصلا. خلاص يا استاذ انت عملت ايه يا استاذ؟ بس عشان بس عايزه افهم ايه اللي حصل دلوقتي عشان انا كده بالنسبه لي حصل. لا اساليها هي ايه اللي حصل؟ يا استاذه هي عصبيه. هي عصبيه مدام بتكذب يا استاذ احمد. مدام انت بتكذب. سوري كذابه. استاذ احمد من فضلك حضرتك لازم تيجي هنا. استاذ احمد يا استاذ احمد. يا جماعه في عندي كلاينت بالعياده. ما ينفعش والله. لا طب مش ممكن تخرجيها بعد اذنك يعني من هنا؟ طب اتفضلي يا استاذه. انا خدت حظي على مكانك وكنت تخرجيها من هنا. لو سمحتي يا استاذه من فضلك. انا مشكله مع المدام. قال كلمه ما حلوه اول شيء عني وكلمه ما حلوه على الكلينيك تبعتك وسرقوا لي التليفون. صراحه دلوقتي ليه حق يعني؟ لا انا هلا عندي ترشوز بدي تليفوني. هو انت بترقصي كده يعني ولا بتعملي ايه؟ نعم بس ولا بتعملي استعراض؟ هي اصلا الاستاذه سينجل اصلا. انا مغنيه. So فدلوقتي يعني انا عشان خاطر انا دلوقتي مثلا مغنيه عشان ارقص في الشارع ولا اعمل ايه؟ طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ طبعا ايه اللي انت بتعمله ده؟ حضرتك على فكره تعالي نعمل ديل انا وياك. تعالي نعمل ديل انا وياك. مش مع حد والله. تريحي يا استاذه. احنا مش مكان خلص. تعالي نتجوز ناخذ الاقامه عشان عندي شغل. ما عم يعطوني اقامه. ما بدي اياه. خليه جوزك الك بس هنتجوز بالورق.
بياخد لقمه وبعطيكي 2000 دولار. هو يا استاذ احمد حبيبي لا لا انت اوعى بواحد نصاب يسرق لي هيك النمط دي حلو. انا بقول لها معلش بعطيكي 2000 دولار 2000 دولار عشان انا بجد مش مصدقه حضرتك. حضرتك بتضحك على ايه؟ المفروض المدام دلوقتي متضايقه بتضحك على ايه؟ ليه عصبيه؟ ما عم بفهم ما عم بقول لك شيء. انت مش محترمه هاخد كلمه اقولها لك انت مش محترمه. ثانك يو انا طب بعد اذنك كده بعد حفين بس يلا بحكي لك لوجيك لوجيك انا ما بتكلمش لوجيك جدا على فكره وانا زي ما انت قلتي كده مش محترمه وكل حاجه انا ما قلت انت مش محترمه طب خلاص بقى ساكته بطلي كلام كتير انا ما قلت هيك انت اللي قلتي واذا بعد هتحطي ايدك عليا ممكن اضربك كف تصيري هوني يعني لا حضرتك ما تعرفيش تعملي كده هنا في العيال تضربي مين؟ ايدك انتي عرفتيني ليه بتعملي ايه؟ بس اقعدي كده بس اقعدي اقعدي بس كده بدي اوقف شخصي انتي بارده قوي نو ماني بردانه مش صحت اللي انتي بردانه مشوبه يا استاذه يا استاذه عم بعمل ديل انا شو فيها يا استاذه اللي بيحصل ده ما ينفعش انت شايفه نفسك حلوه يعني؟ هو ابن انت شايفه نفسك حلوه؟ هو انا قمر مش حلوه هو ابن انت قمر؟ قمر بالسد احنا عندنا ابو قمر بالسد ولا ايه؟ لا هو يبقى دفع عملياته شويه عشان اللي شاف فيه ايه؟ طب اصبر عليها ولا لا؟ ما انا عايز اتكلم هو مش اتكلم تقول ايه؟ استنى ايه؟ طب اتكلم مستنيه لما تضربها يعني طب اتكلم اهو انا مستنيك تقول لها ايه؟ لا انا مش واقف ايه؟ اهو شو جوات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر؟ اه كل حته والله انا بحب الاغنيه دي قوي على فكره يا انسه والله هو انت جايه معايا لا لا انا اسفه انا نسيت يعني. انا اسفه يعني انا مش فاهمه انت على فكره بتخليني انا انت جايه معايا ولا انت جايه معايا انت بتقوله بالمصري انت جبت ورا انت خايف من جن اشكالي لا هو خايف مني خايف مني لا استاذ رد عليها المدام هتتهور تعرفي ايه بدي اقول لك شغله هو بيحترمني المدام هتتهور وصافي بس رد عليها بيقول شيء وفي شيء رد عليها يا استاذ دفع امراض صح طب خلاص طب خلاص والله ما ينفع تسيب المراه بس تتهزق كده يعني انا مش شايفه ما شفتش كده ليه ليه بتتخانق انا انا من الجديد عايز امشي انا عايز امشي يلا الدكتوره طلعها بره لا ما تقولش لا الدكتوره عادي حضرتك اللي انت عايزاه تعمليه في المحضر انا هشهد معاكي في المحضر يا مدام يا مدام انا هشهد مع حضرتك في المحضر ليه بتصرخوا روق روق انا ما بعملش محضر ليه تعمل محضر انا ادعكها بقى ايوه بالظبط بس اوعى بس كده ولا هشهد معاكي والله هشهد معاكي لا احنا بقى مصريين مع بعض وانتي اصلا في الاول وفي الاخر كده غلطانه وبتركبي لي عاده الغلط وبتقولي دي عاده مش محترمه النهارده لما اتصور معاكي على الفيسبوك انا يبقى عندي مشكله صراحه انا عايزه خوفتيني خوفتيني ليه؟ فيها اللي انت عايزاه وانا مش هقعد معاكي بس انا هقولك هيك عايزه عشان انت مش قادر تقول عنا بلبنان اي بنقول هيك مش عارفه انت ليه ساكت يعني ما انا مش عايز مستنيين ان انا ارد سبتك يعني ممكن بس صح هي تضربها احسن بس لكن انت كيف عم تدبشيني فاكره حالي فاكره حالي مين مين فاكره حالي عنتر عارفه اه يعني انت عنتر وعقله ما ليك عم تشوفي حاجه يعني انت عم تشوفي ليكي تشوفي حاجه يعني ايه ليكي غلط في حاجه لكن ايدك ما تمديها يا حبيبتي انا حد مديتش بتقول ما تمد ايدي لحد دلوقتي ما مديتش ايدي شو هتطلعي لي سكيني وتعملي لي عبد موته هلا شوفي لو بتحب بلاش تفرجي مش عم تخنقيني شو مجنونه انت بتدافع عنها برضه لسه طب اسمعي اوعى بس كده ايوه بتدافع عن مين اوعى طيب طب خلاص انت بتتكلم معايا وبتطلع بره حاضر طب والله اطلعي بره قول لها طب مش قادر تقول لها اطلعي بره مين هو اللي يقول لها مين هو شو انتوا ساحبين في ايه انا تعبت من الكلام بقى انا تعبت من الكلام طب لا تصحي اقعدي اقعدي يا حبيبتي طب تعالي يا فندم يا فندم طب بصي لي انا طيب والله حضرتك غلطان في حقها جامد ربي الكعبه والله تاني انا ما بحبش كده حضرتك انا هقول لك مش كده والله بمحضر بمحضر ليكي حق انا مش محترمه صح وانا هشهد معاك بس حضرتك تعالي تعالي اتفضلي طب شو بدك تقولي بالمحضر هتضربك بدك تقولي جوزك تركني تركي كل حقني طب انا شو ذنبي هو ولما تضربك ولما تضربك والله هدافع ليش هي بقى تضربني بركي انا دعوستها هلا مثلا انت يا حطيتكم فوق بعض انتوا كبنيه لما تضربك هتضربك وانا هدافع مش هدافع عنك ممكن اعملكم كبنيه انتوا اتنين انت ممكن تعملي اللي انت عايزاه واعمل عليكم سحر فتوش مش محترمه ولا جوز طبعا مطوحه في الايه بتعبله مش مطوحه انت عارفه وشها ماشيه مين ما بتدافعش عن مراتي هي مش محترمه بركي بحبس لك اياه هو كمان طب انت لازقه فيه كده ليه؟ يعني انت لازقه فيه؟ اوعى بقى كده اوعى بقى هو اللي كان لازم اوعى بقى سمعي لي غلط معلش طب ماشي انا هقول انت مستني انت هتخيلها بالظبط ماشي بقول لك اقعد انا بقول لك اقعد لا مش هقعد مش قادر يلا انت بارده قوي على فكره والله انت ما حلوه ولا حلوه والله انت ما حلوه والله ما حلوه واخد نفسك بس
بس ان انت حلوه. ما بقى تقولي له زيها لانه هو اسمر وانا شقره عم بتضايقيني. ما بحب حدا يضايقني. هيك شو اسمر؟ انا بقى هضايقك. شو ما لها خلص لازم تدافع عنها برضه. هيك بتقول لي زيها. كلامنا احنا في البيت مش كلام هنا. طب خلاص بقى خليها تضربها عشان خاطر ما ينفعش ان انا عملت حاجه وحشه قدام الناس. والله انت ما عندك دم. ده بيمشي. مش انا بتكلم معاها. والله انت ما عندك دم. انا هتكلم معاها. انت عارف اللي بيحصل ده وانت فرحان. انا هتكلم معاها. اتكلم معاها وريني. انا اتكلمت معاها. لو وريني تتكلم معاها ازاي؟ وريني انا همشي انا هتعبت. واحد بيتخانق عليه اثنين ستات وسيادتك فرحان وانا هنا عيالك بتتخرب والناس قاعده بره وبجد بتركوا عليا الناس فضحتوني. فاهمه مره اللي انت بتعمله ده غلط؟ لا اله الا الله. ليه في بره يعني؟ فهمت قدامي ما انت بتسكتي. ده انت بتضحك. انت بتضحك. كل ما تيجي تكلمي معاها تكلمي معاها. هي مستويه ليش؟ عشان هن هي مصريه. ليه الله ما انا عشان هن اتنيناتهم مصريات. انا يومين هنزل هضربها على القهوه. انت خليك انت معاها وعيش حياتك. طب خليك انت معاها. اوعى